السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 261، الله يعطيكم العافية مع فيديو جديد بعنوان SSS and AA similarity. في الفيديو السابق كنا ماخذين العنوان كان Other conditions implying similarity، برهنها SAS يعني ضلعين متناسبين والزاوية محصورة. الآن رح نثبت أن المثلثين متشابهين إذا كان عندي ثلاث أضلاع متناسبة، والجزء الآخر إذا كان في عندي زاويتين متناظرات متناسبة. نبدأ الآن بـ SSS similarity، والنظرية بتحكي If AB على A prime B prime تساوي BC على B prime C prime وتساوي AC على A prime C prime, then the triangle ABC and the triangle A prime B prime C prime are similar. فهون أكيد أضع مثلث اللي بنقول يضع في إطار المثلث الصغير هون. برهان. إذا هون عندي ثلاث أضلاع متناسبة، حتى يكون المثلثين متشابهين يكفي أن تكون الزوايا المتناظرة متناسبة. So it is enough to show that the angle A equals the angle A prime, the angle B equals the angle B prime, and the angle C equals the angle C prime. حسب المعطى، suppose that AB على A prime B prime تساوي BC على B prime C prime وتساوي AC على A prime C prime. وخلينا نفرض هذا كله يساوي رقم k. Without loss of generality, we may assume k أقل من واحد. هذا معناه إنه إذا برهننا k أقل من واحد، فk أكبر من واحد بيكون نفس البرهان بس بتغيير الأسماء. لذلك تقريبا يكفي نأثبت k أقل من واحد. So that AB أقل من A prime B prime. Let P be a point on the side the line segment A prime B prime such that P prime B prime P تساوي B A، لأن A B أصغر من A prime B prime. فاخترنا نقطة P هون حيث إنه المسافة بين B prime و B نفس المسافة بين B و A. نفس الكلام let Q be a point on the line segment P prime C prime بحيث إنه PQ يوازي A prime C prime. يعني من P وصلنا مستقيم يوازي من خلال axon 5 مستقيم يوازي A prime C prime، يقطع الضلع ال B prime C prime في النقطة Q، فصار عندي PQ يوازي A prime C prime، وعندي هذا الضلع B prime P هو نفسه طوله نفسه نفس طول AB. هلا نتذكر معلومة سابقة، إذا كان عندي ضلعين متوازيين في المثلث فهذول المثلثين بيكونوا متشابهين، PQ يوازي A prime C prime، فمعناها إنه B prime PQ و B prime A prime C prime are similar. Then مثل ما حكينا لكم مثلث B prime PQ يشابه مثلث B prime A prime C prime. And so B prime Q B prime Q على B prime C prime تساوي B prime P على B prime A prime. أوكي. وهذه تساوي AB. ليش؟ لأنه B prime P هي نفسها AB على A prime B prime واللي هي نفسها K واللي هي نفسها B C على B prime C prime. أوكي. إذا هون عندي B prime Q على B prime C prime، نرجع B prime Q على B prime C prime تساوي B prime P على B prime A prime على B prime P هي نفسها AB على A prime B prime وتساوي K واللي هي نفسها BC
سي نعم. ما هو احنا نعرف انه المثلثين بالصف اللي هو اي بي على اي برايم بي برايم هي نفسها بي سي على بي برايم سي برايم نفس النسبه حسب المعطى هون. اي بي على اي برايم بي برايم نفسها بي سي على بي برايم سي برايم اللي هي نفسها كي. بس شو بنستنتج من هون؟ صار عندي بي برايم كيو على بي برايم سي برايم هي نفسها بي سي على بي برايم سي برايم، وهذا يتضمن انه بي برايم كيو تساوي بي سي. وبنفس خلينا نشوف بالشكل بي برايم كيو تساوي بي برايم بي برايم كيو تساوي بي سي. يعني صار عندي طلع كان عندي بي برايم بي نفسه بي اي، بي برايم كيو تساوي بي سي. نفس الطريقه تشابه المثلث ممكن تثبت انه بي كيو بي كيو هي نفسها بي سي مثل ما مكتوب هون. similarly بي كيو تساوي سوري اي سي. therefore صار عندي المثلث اي بي سي والمثلث بي بي برايم كيو اللي هو هذا بي برايم بي كيو متطابقين بالثلاث اضلاع باي اس اس اس، فبصير متطابقين by S S S. It follows then that and the angle A prime B prime C prime تساوي the angle P B prime Q. خلينا نشوفه بالشكل مرة تانية. A prime B prime C prime هي نفسها P B prime Q، بس هذا المثلث يطابق المثلث A B C، فهذا راح يساوي A B C. مرة ثانية نعم، فهذه تساوي الزاوية ABC. فصار عندي الـ A prime ناسف A prime B prime C prime هي نفسها ABC، هذا الجزء الأول. نفس الكلام and since PQ يوازي A prime C prime هذا، فمعناها الزاوية هاي تساوي الزاوية هاي A prime، بس الزاوية P هي نفس الزاوية A هنا. ونفس الكلام زاوية C prime تساوي الزاوية هاي Q اللي هي نفس الزاوية C هنا، وهاي الزاوية متساوية. فصار عندي الثلاث زوايا متساوية. فصار عندنا أول شيء إنه الزاوية A prime B prime C prime هي نفس A B C، والزاوية C نفس الزاوية C prime، الزاوية A نفس الزاوية A prime. لذلك بتحققون برهنا إنه ثلاث زوايا متساوية، وهذا يعني مع تناسب الأضلاع إنه المثلثين متشابهين كما أردت. الآن A A A similarity. F زاوية A تساوي زاوية A prime، زاوية B تساوي زاوية B prime، and زاوية Z C تساوي زاوية C prime. لأن المثلثين A B C والمثلث A prime B prime C prime متشابهين. We may assume AC أقل أو يساوي A prime C prime. هذا معناه إنه بقدر أعمل من AC أطابقه هون على A prime C prime. ننتبه لأنه مش مكتوبة صراحة الآن. فبزيح AC بخلي رأس A مكان A prime وC حيكون هون. هلا أكيد A B راح تكون أقل من A prime B prime، لأنه إذا زحت A B لأنه نفس الزاوية هاي. حسب لو كانت بي هون بصير حسب الزاوية الخارجية للمثلث انه هاي اكبر من هاي، بس احنا معطى انه الزاوية بي تساوي زاوية بي برايم، فاكيد الاي بي اقل او يساوي اي برايم بي برايم. هلا اعمل congruent copy مثلث اي بي سي so that a shares a prime as shown in the following figure. فلاحظ انا زحت المثلث اي بي سي كاملا الى اي برايم بي سي بهذا الشكل. لاحظ بس شلت اي برايم كانت اي خليت A prime وحطيت B C صار الموجودات بهاي المنطقة. أوكي. هلا أنا عندي من المعطى إن الزاوية هاي تساوي الزاوية هاي، فمعناها إن الضلعين مالهم متوازيين. وبما إنهم الضلعين متوازيين حسب نظرية سابقة المثلث الكبير A prime B prime C prime والمثلث الصغير A prime B C متشابهين. لكن A prime B C هو نفسه مطابق A B C، فمعناها A B C يطابق A prime B prime C prime. وهذا ينتج منه مباشرة إنه two triangles are similar
if two of the three corresponding angles are congruent. احنا قلنا ثلاثة AAA بس احنا نعرف ان مجموع زوايا المثلث 180 درجة، فلما يكون في زاويتين متطابقات فمعناها الزاوية الثالثة اكيد راح تكون متطابقة. فهذه this follows directly from the fact that the sum of the angles in any triangle is 180 degree and the theorem above اللي هي AAA. هي كانت AA لكن من خلال مجموع زوايا المثلث 180 فبتطلع الثالثة المتساوية، بعدين بنطبق النظرية اللي فوق. كتطبيق راح احل سؤال واحد عندكم بالكتاب صفحة 90. كتاب سؤال واحد بيقول let PQP and QR point on the side BC of triangle ABC with BP تساوي PQ تساوي QC. The line through P parallel to AC meet AB at X and the line through Q parallel to AB meets AC at Y. Show that المثلث ABC similar to مثلث AXY. إذا لاحظ عندي هذا مثلث ABC. ABC في عندي نقطة على ضلع BC اسمها P ونقطة ثانية Q، حيث أن المسافة بين BP نفس المسافة بين PQ ونفس المسافة مع بين Q وC. هلأ من P عملت مستقيم يوازي AC بقطع AB عند النقطة X، ومن Q عملت مستقيم يوازي AB وبيقطع المثلث AC عند Y. البرهان المطلوب أنه نثبت المثلث AXY is similar to ABC. خلينا نشوف. Since XB يوازي AC we have المثلث XBP is similar ABC. ننتبه هون أنه بالاسم X تناظر A والB تناظر B والP تناظر C. نرجع XB هذه توازي هذه، فمعناها من المعلومات السابقة نظرية سابقة بتقول انه المثلث BAC يشبه BPX. ولكن انا كمان شوي بدي اتبه ما اتعامل مع ABC بالاسم فغيرت المسميات، الـ A مقابلها X هو، فصار عندي ABC يشبه XBP. نفس الكلام similarly انه YQC is similar to ABC. لاحظ هنا YQ يوازي هذا، فABC يشبه YQC. فبنستنتج انه AB على XB تساوي BC على PB وتساوي 3. ليش 3؟ لانه BC على PB، نرجع لها BC على PB هاي قسمتها ثلاث اقسام متساوية فبتكون 3. ونفس الشيء AC على YC تساوي 3. Now AX هاي AX هي عبارة عن AB ناقص XB، كمل AX ناقص XB وتساوي 3 XB ناقص XB وتساوي 2 XB. ونفس الكلام AY تساوي 2 YC. Thus AC على AY تساوي، هلا AC من هون عبارة عن 3 YC والAY من هون عبارة عن 2 YC تساوي 3 على 2، والAB على AX عبارة عن من هون AB عبارة عن 3 XB على 2 XB وتساوي 3 على 2، فصار AC على AY تساوي AB على AX. AC على AY تساوي AB على AX. وتذكر أن الزاوية هاي محصورة متساوية ومشتركة، لذلك المثلثين متشابهين by S small big A S small، وصلحوا هون هاي S small وليست S capital. So we have المثلث ABC يشبه مثلث AXY. إلى اللقاء مع فيديو جديد، لكن الهومورك اللي بدكم تضعوه على شكل كومنت هو question 2 page 90. والله يعطيكم العافية.